مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي القناة الوطنية، أنتم الآن في حضرة الثقافة، برنامج جمهورية الثقافة، البرنامج الفكري الحواري الحضاري الذي يتناول كل القضايا مهما كانت هذه القضايا نناقشها، ولكن بعيون الفنانين والكتاب والنقاد والأكاديميين والشعراء وصناع الرأي العام والناشطون في دوائر المجتمع المدني. حلقتنا لهذه الليلة سوف تكون تحت أضواء أيام قرطاج السينمائية، هذا الحدث الثقافي السينمائي المهم الذي أصبح محطة مهمة من المحطات السينمائية الكبرى في العالم العربي والإفريقي والمتوسطي، ولأن هذا المهرجان مهم فأهميته تكمن في أنه محطة أيضا للممثلين السينمائيين التونسيين. لذلك سنخصص هذه الليلة حلقة موضوعها لعبة التمثيل السينمائي، أو ما هي حالات الممثل السينمائي التونسي. إذا دعونا من أجل الحوار، من أجل حوار هذه الحلقة، كوكب من الممثلين السينمائيين النجوم، ونحن نفتخر بالفنانين التونسيين العاملين في السينما، سواء كانوا في التمثيل أو في الكتابة أو في التقنيات أو غيرها. دعونا نجما سينمائيا تونسيا مهما، أحمد الحفيان. مرحبا بك، مرحبا بك بمناسبة أيام قرطاج السينمائية، لأنك يعني تشارك، لك مشاركة أخيرا مع فيلم مشارك، وهو في الحقيقة في المسابقة الرسمية لمحمود بن محمود، وهو فيلم فتوى. مرحبا بك. دعونا أيضا ممثلة مسرحية وسينمائية، هي ممثلة وفنانة صاعدة، وهي حسب رأيي أنا هي نجمة أيضا من النجوم التي نفتخر بها في السينما وفي المسرح، هي الأستاذة مريم صياح. مرحبا بك، تشاركينا أيضا في شريط سينمائي مشارك في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، سنتحدث عنه. دعونا أيضا ممثل مسرحي مهم جدا في الحياة المسرحية، له آثار كبيرة في الأداء التمثيلي المسرحي، وهو أيضا ممثل نجم سينمائي وتلفزيوني، وله نشاطات أخرى غير التمثيل، التنشيط والموسيقى، موسيقى الراب سلامار، هو الأستاذ محمد علي بن جمعة. مرحبا بك دلي، تحب يسموك دلي اصحاب كل الاصحاب، دلي اسهل، هي اختصار. ساعات في الافيش يبدا الاسم طويل، قلت لهم نقصوا فيه باش ما يصيرش مشكله مع الفنان الاخر، فهمت؟ دلي بن جمعة. اذا مرحبا، شكرا على الاستضافه. مرحبا بكم في جمهوريه الثقافه. جمهوريه الثقافه هو في خدمه الفنانين والمثقفين التونسيين، وديما يعملوا لي ملاحظات يقولوا شبيك ما تجيبش انت في ايام قرطاج السينمائيه والمسرحيه الفنانين المشارقه اللي يجيو في المهرجان. أنا عندي فلسفة في جمهورية الثقافة، أريد جمهورية الثقافة مخصصة أساساً للفنانين والكتاب والمفكرين التونسيين. إذا اعتبروا هذا كلامي شوفيني فليكن فهو شوفيني. إذن تقاليدنا في هذه الحلقة، سنعرض صورة، هي صورة الحلقة، وتتمثل هذه الصورة في الممثلة السينمائية الكبيرة هند صبري، صورتنا أيقونة السينما التونسية والعربية، صورتها في مجلة باريماتش، وهناك عنوان فرعي اسمه هند صبري تغزو مصر، طبعا هذا منطق فرنسي ومنطق تسويقي لمجلة باريماتش. احنا نحب نعديه هذه الصورة لأنها تتناسب أولا مع حلقتنا، مع موضوع حلقتنا الممثل السينمائي، ونحب لنكره اليوم هند صبري من كبار النجوم السينمائية التي اشتغلت وأصبحت مش فقط هي ممثلة سينمائية، منتجة وعندها رأي في صناعة ربما الرأي العام السينمائي في العالم العربي. تعليقك سيد أحمد على هذه الصورة، تفضل. هند صبري، أنا ما كنت يعني تلقينا في زوز أفلام، عنه فيلم عنه ريبوزيد عراي 60، وبعدين الكتبية مع نوفل صاحب الطابع. هند صبري ممثلة رائعة وكذلك إنسانة رائعة، إضافة إلى ذلك عمق الثقافة والتكوين الأكاديمي.
هذا اللي خلاها يعني اني يعني خطواتها توصل الى مرحله الانتاج. هي خريجه منتجه انجد زهره حلب، ربما تنحكي عليه شركه في محمد علي. اي ولكن هي دارسه حقوق، يعني هي دارسه حقوق، دارسه حقوق، وعلى المستوى الانساني يعني هي انسانه معناها متواضعه غايه في الاخلاق ومتفهمه، ومع رغم انها نجمه كبيره مش عامله الـ 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 الكرنفال اللي عملوه النجوم السينمائيين. هو قوله، فما قوله يقولها فيلسوف الماني اسمه فريدريك نيتش، يقول لك وراء كل فنان عظيم انسان بسيط. والبسيط يعني بالمعنى بتاع الفلاسفه الاغريق، هو الجميل 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 بعمق يعني انساني. صحيح صحيح. وزياد الرحباني، زياد الرحباني يعلق على مقوله وراء كل رجل عظيم امراه. هو يقول زياد الرحباني يقول وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل ووراء كل امراه عظيمه لا شيء. لا شيء يعني. ولكن طبعا هند صبري ايضا وراءها التجربه السينمائية التونسية أكيد. والجهود السينمائية التونسية التي ربما رفعت هند صبري إلى هذا المقام. مريم صياح، رأيك في هذا، تعليقك على هذه الصورة؟ هند صبري ممثلة كبيرة يعني، ومحبوبة برشا في تونس، أما مش ممثلة فقط يعني. أنا أحبها لك أما يعني فرضت روحها في تونس وفي مصر، وهي معناتها اللي تريز أكتيف، معناتها ناشطة برشا في النشاط الجمعيات والكل يعني. ما فرضتش روحها فقط بالتمثيل وبستار سيستم كما قلت أنت، مش نجمة في التمثيل فقط، معناتها حتى اجتماعيا فرضة روحها ياسر في مصر وفي العالم يعني. مش كان في مصر وفي تونس بركة، ونحيي فيها لونجاجمون نتاعها يعني. هي من أول السفراء النوايا حسنة كمواطنة تونسية. نحب نسأل أنا مسؤولية خاطر مريم، أنت تعرف أنه نعلق على الصورة. تفضل باش نعطيك جوست باش ما ننساش الفكرة طبعا. أنا قاعد عندي أفكار التونسية، اسمح لي من فضلك. ديما احنا نعرفوا ثم اليوم موجة من النجمات السينمائيات الممثلات في السينما المصرية، ويبدو أنه هند صبري أصبحت عنوان تفتخر به كل الممثلات السينمات النجمات في السينما العربية في مصر، اللي هي عاصمة الصناعة السينمائية العربية. يبدو أنه حريصة هي هند صبري باش تعاون الممثلات الصاعدات خلينا نقولوا. انا ما نعرفهاش معناتها شخصيا، مي حسب ما سمعت عليها كسوا في معناتها من اصدقائي في مصر ولا في تونس، معناتها يقولوا الانسان معناتها متفتحه ياسر على حتى على الشباب اللي توا معناتها بده يمثلوا في مصر. نعرف اللي فهم برشا ممثلين تونس بده يمثلوا في مصر، معناتها بالحق سمعت عليها كان حاجه باهيه. معناتها كي تلقى الفرصه انها تعاون معناتها شوف باش توصل للي وصلت له اليوم، هذا يثبت انها انسانه قلبها باهي ومقتنعه باللي تعمل فيه. ماهيش من النوع اللي باش تقول لك باش يصير اكتذاذ وباش يشوفوا كل نو، هي توا سي مش داخله في السباقات. لا ماهيش داخله في السباقات. دونك نتصورها جينيروز برشا وقلبها كبير وتعاون خاطر ابخي تو مصر مش في تونس، معناتها ماكش في بلادك، ويلزم شكون يعاونك وشكون يقف معاك معناتها باش توصل للي وصلت له هي. بوركوا با. واضح. تحيه لهند صبري من خلال جمهوريه الثقافه سي محمد علي. انا مازلت كي باركت لها على 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 على, على الباري ماتش، وقريبا عيد ميلادها نقول لها كل عام وهي بخير. هند صبري تو في تونس تصور في خلينا نذكروا الساده ان الحلقه مسجله، سجلوا فيها في 8 قريبا انا قلت قريب 8 نوفمبر. معناها هي عقرب كيفي انا، معناها قريبا عيد ميلادها. شكرا. وكل عام هي بخير. تو تصور في فيلم مع هند بوجمعة، قاعدين يصوروا فيه تو. هند صبري نعرفها عندي اكثر من 20 سنه. تتطور لكن ما تتغيرش كإنسانة. نعم. خاطر هند صبري كانت تشوف بوها وامها تفهم الطينة منين جاية هي. أبار الثقافة ثم الإنسانية وثم إنها مواطنة تونسية، تحسها بالرغم إني زوجها مصري وهي مصرية خاطر أولادها غادي كل شيء، لكنها هي مصرية تونسية. هي تونسية مصرية. تونسية مصرية. لكن هي كمواطنة تتصرف كما قالت مريم في المجتمع المدني كمواطنة تونسية، سفيرة غادي في الشرق. فهند صبري ما تنجم كان تكون تشرفنا ونقولها مبروك، هذا يتسمى تكريم حاجه كبيره. هي نحب ولا نكره حاجه كبيره. وهي مازالت كانت في كوفرتير نتاع مجله اخرى اللي اسمها فوغ، اللي عملت معاها وتعمل معها كان مع فوغ نتاع الموضه. نتاع الموضه اللي كان ياخذوا دي ستار يمسوا الشعوب نتاعهم. مثلا كي نقول لك هند صبري وسامي بوعجيله اللي هما بداوا مع بعضهم في سمت القصوم
عام 93 سامي بوعجيله من اكبر الممثلين في الاوروب وهو رفض يمشي لهوليود. فهند صبري سامي بوعجيله معنا نتشرفوا بهم كتوانسه. خارق العاده تحيه لسامي بوعجيله ايضا من خلال هذا المنبر. خلينا نقول كلمه على السريع باش ندخلوا الموضوع نتاعنا. ايام قرطاج احنا نصوروا ايام قرطاج المسرحيه السينمائيه مستمره. انا ماذا بيا ناخذ رايكم بطريقه مختزله حول شنو انطباعاتكم على مهرجان الدوره هذه. سيد احمد. دوره جميله لانه الحضور الافريقي والعربي مكثف، إضافة إلى الخاصية في الحضور الإفريقي. إحنا ما كنا متعودين يعني بالفرانكوفونيين، ولكن انضافت السنوات الأخيرة يعني كذلك كما أنغولا اللي تتكلم اللغة البرتغالية والأنجلو ساكسون يعني الأنجلوفوني، فهذا توسع للمهرجان في دعوته وخاصة الفوكس اللي عاملينه مع الهند وعلى الأرجنتين. هذا هذيك صارت يعني عاده في ايام قرطاج السينمائيه، يعني فوكس يعني موازي على الارجنتين وصناعه من على البرازيل يعني سينمائات العالم. يعني زاد ايام قرطاج تعرف الجمهور المواطن التونسي ماذا ما هو موجود في سينمائات العالم. وكذلك يعني الحضور الافريقي المكثف، يعني انا يسعدني برشا لانه عديد من كبار المخرجين مروا من ايام قرطاج السينمائيه، دريسه ودراغو، سليمان سيسي، يوسف شاهين اللي هو في الغلاف الرسمي لايام قرطاج السينمائيه، محمد الملص من سوريا وغيرهم. يعني فديما المرور بقرطاج بالنسبه للفنانين السينمائيين العرب والافارقه مهم جدا. يعني ما مريم بون احنا في وسط الدوره مازلت ما وفاتش، نجم نقول نسبيا ناجحه. علاش؟ خاطر فما حضور كبير للتوانسه بالحق، معناتها اديفيرونس للعوام اللي فاتوا في الافلام الوثائقيه، في الافلام الروائيه، في الافلام القصيره حضور كبير، خاطر فما سنه تصوروا برشا افلام يعني العوام عامناول وتعامناول. دونك هذه ديجا معناتها بالنسبه لي انا تكريم لتونس، خاطر ما عندناش صناعه سينما، عندنا شويه افلام، دونك سي اون اوكازيون باش يتعداو في ايام القرطاج. وعندنا سنه حاجه باهيه اللي فما 4 ولا 5 سال دو بلوس اللي هما تاع مدينه الثقافه، دونك فما اقل اكتظاظ، التنظيم احسن، لي كونديسيون اللي تعداو فيهم الافلام تقنيا وكل شيء في مدينه الثقافه حاجه باهيه برشا. احنا الفيلم تاعنا تعدى مرتين في الكوليزي وفي مدينه الثقافه، فرحنا في البروجيكسيون الثانيه خاطر لي كونديسيون خير. ان شاء الله يوليو سالات نتاعنا الكل هكاكا مادام موجوده مدينه الثقافه، نرتحوا شويه سالات الاخرين نهيئوهم وهذه حاجه باهيه معناتها. ولكن مريم قبل ما نصوروا قلت لك ثم حاجه ناقصه في ايام قطر السينمائيه. فما حاجه انا ما فهمتهاش السنه، يمكن هذيك الاكتظاظ والفوضى، يمكن احنا موالفين بالاكتظاظ، اي يمكن هذيك كانت تصنع اللهفه وتجري باش تقص للفيلم. السنه حسينا روحنا مرتاحين، ولكن لابد ان نذكر انه هو تحدي ايضا اي اقامه ايام قرطاج السينمائيه في شارع الرئيسي بعد ما صارت شارع حبيب بورقيبه، بعد ما صارت الحادثه ونفس العام حتى العام اللي فات احنا في وسط الدوره وخارجين نتفرجوا في الفيلم وصارت الضربه ذيك. وحتى نهارتها كيف صارت انا موجوده غادي بالصدفه يعني وفرحت. علاش؟ خاطر تحيه تونس. تحيه تونس. محمد علي، ايام قرطاج السينمائيه انطباع سريع. انطباع احساس غريب. نقولوا يمكن كل عامين خير زعما او كل عام؟ هذا سؤال. في نفس الوقت علاش تسالك سي محمد؟ على خاطر كان نلموا رواحنا اكثر، يمكن الميزانيه تكون اكثر. والسؤال الثاني تطرح هو احنا نقدوا البايات ولا لا؟ شنو فسر لنا البايات؟ معناها نعرفش معناها البايات، معناها الفخفخه نقدوها او لا؟ يعني اختيارات هذه في وقت من الاوقات. ايام قرطاج مهرجان مناضل عربي افريقي يطلع في اسامي نتاع مخرجين مؤلفين. اي ولكن مدير المهرجان يقول في الكونفرنس دو بريس قال سي نجيب عيان نرجع. لا يقول حاولنا نرجعوا لاصوله المهرجان لانه الله يرحمه ما كانتش وقتها ثم السجاد الاحمر. لكن احنا حاسس اللي قعدنا بين نكونوا المهرجان المناضل بالمنطقة ذاك، وبين إن كنا إحنا في الفخفخة وأسكو وصلنا كيما الجونة
او وصلنا كيما مراكش او هنا فيترينا هذا هو بين قوسين مهرجان يعني عنده خصوصيته لانه بعث من اجل التعريف بالسينما الجنوب في تلك في فتره تاريخيه في الستينات فيعني هو مرايتنا مرايه العرب والافارقه السجاد الاحمر هو لمسه بتاع اناقه لمسه بتاع احترام المجهود الفنانين ثم انه التناوب يعني عامين والا عام بحكم الثوره الرقميه وامكانيات الانتاج انا مثلا نشوف قبل في الوقت هذاك كانت عامين كانت تونس تعمل في تنتج فيلم يعني في الاربع سنوات مره ثم صارت فيلم ومن بعد كل سنه يعني شنو المويان شنو المعدل نتاع انتاج تواصلنا خلطنا 10 افلام في نظهر كاني ناقد للمهرجان لا قلت انا اتساءل ملاحظه علاش ما نعملوش زوز مهرجانات معناها واحد يمشي في الفخفخه والاخر يمشي في النضال علاش نعملو الزوز ليره وعلاش نعملو في الفخفخه خاطر نتبعوا في الموضه خاطر احنا راه ضروريه لا خاطر كل ما الناس تتكلم النقاد يقول لك شوف مراكش شوف دبي وقت تقول له انت مانيش دبي مانيش مراكش انا نعتبر عيب انه يتقارن مهرجان قرطاج سينمائيه هو شوف عبد الحليم اقدم مهرجان اما الناس تتطور كل شيء يتطور حتى شوف الحاجات خلينا نحكي لك على الايجابي مثلا الافلام في السجون حاجه ايجابيه في المدن تخرج من العاصمه حاجه ايجابيه انه الشباب توا قاعد ينتج في افلام ويشارك حاجه ايجابيه نعم لكن يلزمنا نعملوا ما نمشيوش على الخط هكا وهكا نرضيوا الناس هذوما ونرضيوا الناس هذوما خاطر حكايه الفخفخه صارت بعد الثوره انه جربنا نكونوا كيما الاخرين لكن ما نجموش نكونوا كيما الاخرين على خاطر واضحه الفكره الميزانيه لا تسمح بذلك واضحه الفكره اذا نعود الى موضوعنا سميناه لعبه التمثيل السينمائي وانا اركز على كلمه لعبه بما فيها من رهان واللعب يعني الاداء واللعبه الانزلاقات اللي يمكن للممثل السينمائي انه ينزلق فيها اليوم نحب نسال انا لما نشوف الباركور نتاع سيد احمد الحفيان ولا نتاع محمد علي بن جمعه نعمل الجوجل ويكيبيديا ونشوف المسار الطويل العريض للأفلام السينمائية والمشاركات سواء السينما التونسية أو السينما الأجنبية قطع النظر على النشاط المسرحي والنشاط التلفزيوني يعني نجم اليوم نحكيه على الممثل السينمائي التونسي الثابت الواضح ثم فيزيبيليتي قاعدين نشوفوا فيه اليوم أنا نسأل سؤال شنية الطبيعة اليوم أو المسار الطبيعي اللي تعدى منه الممثل المسرحي باش يكون الممثل السينمائي باش يكون ممثلا سينمائيا او ان المساله متروكه للصدفه لانه احنا نعرف ان الممثل السينمائي في الدول او في التجارب السينمائات الكبرى يتعدى عن طريق التكوين يتعدى عن طريق المدارس يترقى ثم اليات اليوم كانه الممثل السينمائي متروك للصدفه ومتروك لحاله محمد هو لعبه التمثيل السينمائي لعبه خطيره بين قوسين يعني والخطر يعني شيء من المزالق وشيء من المسؤوليه يعني فما المعنى بتاع الخطر فما معنى بتاع فلسفه الخطر يعني الاهميه والخطر يعني المخاطر النفسيه اللي يعيشها الممثل في اثناء تقمصه الشخصيه طبعا كان تسمحوا لي يعني نحاول باش ايجاز باختزال وبتبسيط في التكوين الأكاديمي في المسرح ديما عادة الممثلين أو المخرجين أو المنجين وكتاب المسرح يتكونوا على ثلاثة محاور الإخراج، الكتابة والتمثيل فالممثل المحترف اللي يتلقى تكوين أكاديمي في مسيرته الاحترافية في المسرح يفهم في فن الكتابة وفي فن الإخراج فهو يعني ينخرط ويكون مطواع ويكون يعني حرفي في تعامله في السينما كذلك المطلوب هو التكوين على ثلاثة محاور ما وراء الكاميرا الكتابة والتمثيل فيعني قد ما يكون عندك المام بالثلاثة هذم قد ما تكون المسيرة ناجحة والدليل على هذا أنه عديد الممثلين مثلا في الصناعة الأمريكية ولا الأسترالية ولا الإيطالية أو في أوروبا بصفة عامة أغلب الممثلين تكوينهم الأكاديمي يولي مخرج كبير مخرج كبير وهو كذلك لأنه هو يعني بالأساس في تكوينه
تكون كدرس سينما كيف ما زاد في المسرح ممثل من بعد يعمل إخراج مسرحية أو يكتب نص صحيح. هوني الممثل متروك للصدفة في تونس، نرجع نحكيه على تونسنا الحبيبة. الممثل متروك للصدفة هي فيها نوعا ما، لأنه زاد السينما تأخذ المواطن بسيط عمره ولا مثل وتمنح له الفرصة، مش تمنح له الفرصة أو هو يسلح في دور صغير أو في دور رئيسي. هذا يصير في وصار في تاريخ السينما في العالم، خاصة التجربة الإيطالية يعني طبعاً. الواقعية الجديدة النيو رياليزمو بتاع إيطاليا، فوردو بيسكلات أكبر مثال، اللي هو مش ممثل ولكن الفرق بين المحترف واللي جاء يعني مرة في فيلم، أنه المحترف قادر يعيش تجارب أخرى إلى ما لا نهاية، وحد آخر ينجم يمثل مرة ولا اثنين وإلا ثلاثة وفقط، يقول لك أنا معناها مانيش مجعول للشيء هذا طبعا. لكن إذا كان نقول ممثل محترف ولازم زاد فما تكوين ومعرفة، حتى إذا كان ما كانتش أكاديمية ولازم هو يجتهد حتى باش يكون عصامي، لأنه زاد العصامية مش عيب. بالعكس عديد القامات في السينما وفي المسرح عصاميين وهذا مهم جدا. أي. ولكن المعرفة بالخبايا المهنة مهمة جدا، أنك تعرف الليفوكال يعني في الكاميرا، تعرف الدراماتورجيا في زاوية النظر، المونتاج مهم جدا مهم. أي. جدا. أي. مريم صياح، سألتك قبيلة قلت لي سألتك على منين يجي الممثل السينمائي، تقول لي أنا نعتبر نفسي يعني أوتوديداكت عصامية، ولكن في نفس الوقت هذا مش صحيح، أنا ما يقنعنيش، لأن أنا نعرف اللي نعرفه أنك أنت أيضا تشتغل في المسرح، عملت كوريغرافي، خذيت ديكور، عملت ماستر كلاس، عملت كذا، وثم تكوين يعمله الممثل وحده ربما لكي يكون على باش، خلينا نقول يكون في مستوى الأداء متاعه اللي هو محترف. كيفاش ترى أنت من انطلاقا من تجربتك أنت السينمائية والمسرحية وضعية اليوم الممثل في السينما؟ أنا يمكن ندافع على الفكرة مش على خاطر ندافع عليها، يمكن ندافع عليها خاطر أنا موجودة فيها. كي نقول أوتوديداكت ولا عصامية التكوين، ماني جاية من أكاديمية مسرح وإلا سينما، ولا حد جاي من الأكاديمية يعني، ونحكيو عليه الموضوع عليه التكوين في واقع في تونس. أي. يعني أنا نجم نقول كوان تروحي بروحي، عرفت وين نمشي. مشيت للمسرح، مشيت للسينما، مشيت للفوكاليز، مشيت للفنون السيرك، مشيت للرقص الكوريغرافي اللي هو مهم برشا في حضور الممثل على المسرح كما حضور الممثل قدام الكاميرا. دونك من اليوم والرياضه اللي تعمل فيها انت يوميا ايضا بالطبيعه، هذيك ايجين دو في اللي نعيش بها في حياتي كممثله، معناها اللي نتصورها حاجه مهمه برشا في حياه الممثل، خاطر احنا تجينا فتره نصور شهر كامل وما نرقدوش بالقدا، وباش من بعد نلقاو احنا في الدار شهر اخر يلزم اللياقه بدنيه باش تتحمل الشيء هذاك. انا نقول ما فماش ممثل، فما نماذج، فما شكون يجي من المسرح ويقف قدام الكاميرا باش يولي ممثل سينمائي، فما شكون يجي من السينما ويلقى روحه في السينما، فما شكون يجي من الموضه ما ننساوش زيدا. اي من الموضه، اي من الموضه يجي يستانس بالاضواء، يستانس بالبوديوم، يلقى روحه مرتاح. نمن كي نقول اوتوديداكت، نمن بالموهبه، بالانتليجونس، بالذكاء. نمن انك تتفرج. انا مثلا اكثر حاجه تعلمت منها التمثيل الافلام الوثائقيه. بالحق انا تفرجت في برشا افلام نتفرج في الافلام الوثائقيه وقتها تعلمت التمثيل. أي. انا كنت عرفت ازياء، نحب الاضواء، نحب الشهره، اما عرفت اللي هي ماهيش حاجه اللي انا نجم نتعمق فيها. عرفت روحي خاطر جاني وقت اللي كي نوصل اخر بوديوم وليت نحب نتكلم. بالحق خاطر كي نلبس الملابس ونعمل بهم عرض الازياء نحس روحي في اخر بوديوم كي نوصل قدام الجمهور نحب نتكلم، نحب نقول حاجه. دونك وقتها بديت الحكايه، بديت نتفرج في لي دوكيومونتير، خاصة أنا فيمينيست شوية يعني. غريبة شوية أنه كيفاش المسألة أي غريبة لأول مرة كيفاش ممثلة كل واحد وطريقة ومسرحية وتقول لك أنا بالنسبة لي أنا نشوف الدوكيومنتير يعلمني أكثر كل واحد وطريقة. خاطر أنا كنت فرج في الدوكيومنتير في مرأة تحكي كيفاش وقع تعدي عليها ولا اغتصابها،
والكاميرات تصور فيها وتعمل لك المومون سيلونس. كيفاش تواجه هي الكاميرا؟ كيفاش تواجه وكيفاش ما فماش لا دراما لا تلوش في الصدق؟ اي بالحق معناها انا اكثر فما قبيله حكينا على هند بوجمعه، فيلم هند بوجمعه اللي صورته ديرنييرمون لو دوكيومونتير، الممثله نتاعها كيفاش وقع اغتصابها تحكي تحت القنطره في شارع بورقيبه، الكاميرا موجهت لها، كي وصلت للمومون نتاع اللي وقع فيه الاغتصاب سكتت وحدنا احنا كمتفرجين، فهمنا اللي وقع اغتصاب، ما قالتهاش اختزال، ما بكيتش، ما ندبتش، ما عيطتش، ما قالتش وقع اغتصابي. وقتها تتعلم تمثل، وقتها تتعلم تي كومبوز، خاطر الممثل راهو ما يقفش قدام الكاميرا باش يمثل، ليه فما بريباراسيون، نحكي قبيله يعني تحضير كبير. احنا مثلا هذه ثاني مره مع بعضنا ولا ثالث مره في السينما نحكي انا وياه نفهموا بعضنا كي نحكيوا، علاش خاطر انا من نوعي نحضر روحي قبل ما نقف قدام الكاميرا. انا في المسلسل في فيلم فتوى باغ اكزومبل انا حضوري لو تقرا على الموضوع اي بالطبيعه لازم نعرف شغل يتعمل انا قبل ما نمثل. بين قوسين سامحني نشكر مريم على التوضيح، لان هي قالت الشريط الوثائقي نتعلم منه فانا مشى في بالي ناسيونال جيوغرافيك. لا 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 نحكي على افلام وثائقيه، خاصه الافلام الوثائقيه الملتزمه اللي عندها انا حتى في أيام قرطاج سينمائي ملي أنا صغيرة نتفرج كان في لي دوكيومونتير قديم باش نتفرج في شنو كنا نحكيو. أي أنا قبل ما نمثل سيكونس فما بريباراسيون تصير قبل ما تقف قدام الكاميرا. كان أنت باش تمثل فما شكون مات لك ما تنجمش تقف قدام الكاميرا وتقول فما شكون مات لي، فما أن إيتا فيزيك غزرتك وقفتك تنفيستك، مش تقف مرتاحه قدام الكاميرا وانت عندك شكون ميتك، لازمك الهده تظهر. هذيا انا تعلمته من الافلام الوثائقيه. واضح. محمد علي باركور نتاعك مختلف تماما، انت ايضا مختلف، انت تعلمت سور لوطا، انت تعلمت عند المعلميه، عندي انت معناها خلطت، انت جاي من المسرح بالاساس. انا جاي من الحركه، جاي من الحركه، اي من الحركه، اي من الحركه الصامته يعني قبل جاي. أي. معناها اذا نحكيوا على كل واحد عنده باركور في نفس الوقت، ومن بعديك انت ولي رونكونتر، انت النص والشخص اللي باش تخدم معاه هو وين مش يهزك اول حاجه. اي نعم صحيح، عندك انت زادك وزوادك كما قالت مريم، عندنا نقاط تقارب في المسيره نتاعها. العصامي شنو يصير له؟ يصير له هو يحضر اكثر من اللي يقرا في الاكاديمي، خاطر عنده عقده الاكاديميه، فيحضر اكثر، يشتغل اكثر، يمشي يعمل ورشات اكثر. إذا نحكيو على اللعبة، أنت قلت اللعبة ذي فيها سحر، خطر الكذب بصدق، نحكيو على الصدق والكذب، هي مونتير فري كيما يقولوا، مونتير فري هي تحب تهز الإحساس الصادق نتاع المرأة اللي صارت عليها الواقعة، كيفاش هي تاخذ منها حتى 30% وتمثل بها. نعم. في نفس الوقت ساعات في الحالات الواقعية ما يمثلوش، قال لك سكتت نجمتها بالدمعه وهي ما عملت حتى حس. صحيح. هنا اللعبه في الدوزاج كيما اللي يطبخ، شنو هو تعمل انت قدام الكاميرا؟ هنا نمشيو ديما للمدير الممثل، اداره الممثل اي مهم هي جداً. مهمه راهو الاكتور وحده بالموهبه بالطاقه بالتجربه بالتفازعيك هذاك الكل، كان مش وراه شيف دوركستر ما يعديش اللي لازم يعديه. فهنا ديما نرجعوا كان نحكيوا على الكره، الملاعبي والانترونور الكوتش. أي. الكوتش مهم راه، ولو ساعات تقول ممثل شبيه في الفيلم هذا اداء رائع وفي الفيلم هذا متواضع، خاطر وراه مخرج وعين فيها صنعه. هذا هو الممثل. ومن بعديك راهو المسلسلات غزات العالم، غزات العالم، ولاو يخدموا بالطريقه السينمائيه، يعني الانتاج الدرامي التلفزيوني. قبل كانوا التعداوه، الاخوه الاعداء هو المسرح السينما والتلفزه. قبل توا يظهر لي بعد الالفينات يرجعوا ديما للمسرح، من التلفزه والسينما تقاربوا ياسر لبعضهم. واضح واضح، وهذايا راوه في تجارب عند الممثلين الكبار الامريكان اللي كانوا يفضوا التلفزه. لا لا واحد، لا لا ناس تما ناس تجدد روحها اليوم. أي. تلقاه نجم سينمائي كبير، ناخذ على سبيل المثال ويليام دافوي، ممثل كبير الامريكاني هذاك باش يرتاح الراحه نتاعو انه يرجع يخدم في المسرح في برودواي وفي برودواي باش ينجم يجدد الخلايا نتاعو يفسخ ويعاود التمثيليه. هنا نحبوا نسالوا سؤال اليوم في تونس، واللي احنا ان شاء الله نتمناه بهالزخم المتصاعد اليوم نتاع الانتاج السينمائي، ونحبوا ولا نكرهوا عنا حياه سينمائيه، وخاصه الجيل الشبيبه هذه اللي طالعه حاجه معناها
فعلا ذئاب منفردة الكلمة، يعملوا في أطروحات مهمة جدا على مستوى اللغة السينمائية وكذا. بالمقابل نأمل أنه إحنا نأسسوا صناعة سينمائية، ولكن إحنا نعرفوا أنه الصناعة السينمائية فيها حلقات مترابطة. أنا السؤال اللي نحب نسأله في هذا الموضوع اللي هو لعبة الممثل السينمائي التونسي اليوم، شكون اللي يكون اليوم؟ ما عندناش مدرسة واضحة المعالم تكون الممثل، سواء كان الممثل المسرحي أو السينمائي، الممثل بشكل عام ما عندناش. وبالمقابل نلقاو ثم ناس يعملوا في مدارس، نسمع أنا نشوف مرات في الفيسبوك إعلانات معناها حلين حوانت، خلينا نقولها، كل واحد حال استديو وقاعد يعلم في شيء اسمه يقول نعلم في التمثيل. كيفاش تراو مسألة التكوين، تكوين الممثل اليوم في تونس؟ أي قد يكون يعني لنا مقارنة سيد أحمد، خاصة وأنك أنت عايش في إيطاليا وتخدم في السينما الإيطالية، كيفاش الموضوع؟ قد يكون فما التباس يعني انعدام وضوح في مقومات التكوين للممثل. خلينا نقول مثلا المسألة بالنسبة للجانب المسرحي تقريبا محلولة، لأنه عنا زوز أكاديميات، المعهد العالي للفن المسرحي بتونس العاصمة وبمدينة الكاف، وخريجي هذا المعهد وهذا المعهد يعني شباب يعني وطاقة شيء يعمل كيف. كذلك إضافة إلى مدرسة الممثل في المسرح الوطني. نجيو للجانب لا، وثم ورشات مثلا، ما نساوش مثلا توفيق الجبالي يعمل في مجهود كبير في التكوين المسرحي. انا دائما نظرتي سامحوني، انا نظرتي ديما او المعيار بتاعي هو القطاع العام. القطاع العام صحيح، لانه القطاع العام هو القاطره. موجود طبعاً التجارب الخاصه كما مسرح التياترو، كما الارتيستو، كما وغيره. هذا بالنسبه للجانب. في الجانب السينمائي مازالت مثلا مدارس السينما في تونس، سواء في قمرت او في منوبه او في صفاقس، نحكي في الجامعه التونسيه ثم تجارب مثلا، لكن ما فماشي اللاكتينج يعني والكوتشينج يعني. ما نعرفش انا ملي انا في المعهد العالي للفن المسرح يقول باش تكون مخرج باهي يلزمك تكون ممثل باهي نوعا ما، مش بالضروره هو مش بالضرورة، ولكن في لانه مخرج باهي يعني مخرج يعرف يتعامل مع الممثل. فاذا كان هو ممثل تكون فما اكثر سهوله واكثر تواصل في التعامل باش يدخل. وتو مثلا كان نحكيه على تجربه في مثلا نصر الدين السهيلي صديقنا نصر الدين في تعامله مع الممثلين، لأنه هو بالأساس ممثل، فما أريحية في التعامل. هذا ما فيه شك ولا اختلاف. فأنا نتساءل ديما أقول كيفاش ما فماشي يعني تقول أنت قسم التمثيل للشباب اللي يدرس السينما، ثم الأداء على خشبة المسرح غير الأداء أمام الكاميرا، وهذا عنده فما أشياء تجمع بيناتهم وفما أشياء يختلفوا فيها تقنيا. فلازم الممثل يعني يكون ملم بالجانب هذا السمعي البصري اللي هو التلفزة والسينما، اللي هو هذا مازالت مش واضحة يعني المواضعة لا كونفونسيون، المواضعة بتاع كيفاش نعملوا شيء هذا. أنا صدقا قوس صغير ما نتجرأش وما نسمحش لنفسي باش نعمل مثلا تكوين، لأني ما إذا كان باش نعمل تكوين زاد ولازم عندي باكراوند بيداغوجي باش معناها ننفع ما نضرش. محمد علي مثلا البرة في إيطاليا مثلا ثم مدارس تخرج ممثل سينمائي برك، راهو المسرح هو فما لحظة بريفي ولا الشنترو سبريمنتالي في روما اللي هي اهم اكاديميه اوروبيه يعني في المركز السينما. التجريبي المركز التجريبي اهم اكاديميه اوروبيه ومن اهم الاكاديميات السينما في العالم، تقبل 12 طالب قسم اخراج وكتابه السيناريو والتمثيل اللي قلت عليهم الاول، معناها يدرس البروخ فاكر وهي نجمه سينمائيه خريجه هذه المدرسه. فالنتينا لودوفيني، اليوت جيرمانو اللي ربح جايزة أحسن ممثل في كان، وأنا خدمت معاه في الفيلم ومع المخرج في البلاتو، قلت له راهو باش يربح جايزة أحسن ممثل في كان، خريج المركز التجريبي. بعد كلموني قالوا لي أنت سحار، قلت لهم لا
أنا ممثل نعرف معناها كيفاش يجي الجائزة، وقت اللي يكون الممثل مركز ويكون جينيرو مع الدور وعايش وفما إن ديفوسيون، سامحوني كيفاش الكلمة بالعربية ديفوسيون، يعني يعني عطاء منقطع النظير، منقطع النظير، عطاء مهجته للدور. وهذم الكل توا النجوم اللي موجودة في السينما الإيطالية واللي هي يعني عندها حتى إشعاع، بداية إشعاع، لأنه السينما الإيطالية تراجعت على مستوى أوروبي وعالمي، ولكن بدأت ترجع تفك في السوق بين نجوم هذوما اللي هما خريجين قسم التمثيل في المركز التجريبي اللي هي أهم أكاديمية، تقدموا لها 800 طالب يأخذوا 12 كل عام. يعني ما المسألة ما هيش اعتباطية، كيف ما زاد فما أنا نمن بها الموهبة الاستثنائية. أي والموهبة الاستثنائية فما مثلا في المشهد الإيطالي مارتشيلو ماستروياني. أي نعم مارتشيلو ماستروياني ما تنجمش تاخذه تقول أنت ريقلة تاخذ عليهم تقول تعمل كيف، ولا هو حالة تجي على 10 ملايين ويلزموا مخرج حالة حتى هو لا هو في المخرجين الكل تطلب من طبعا حالة كبيرة. فما بخلاف المواهب الاستثنائية اللي هي نادرة جدا، يعني كعبة على 10 ملايين ممثل محترف يعني موهوب، روبرتو بنيني مثلا، خلصت القول يعني أنه في اليوم في السينما الغربية السينما أنه ثم شيء اسمه تكوين ممثل للمخرج للممثل السينمائي. أكيد ما فيش شك، لأنه في 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 حوار، في حديث قبل التصوير، في التحضير على السيناريو، على الحوار، على وجهات النظر، على زوايا التصوير. ممثل كي يبدأ يعرف الفوكال يعني 85 ولا 35 ولا 18، فهو هذاك يمشي في الأداء بتاعه ويدخل في إطار. يعني ماذا بيا نحكيوا على تونس، شنو الوضعيه في تونس؟ طلعتيك مريم سمح لي جست جمله ان شاء الله تكون مفيده. أي. في تونس في فتره ما السينمائيين كل ياخذوا من المسرح ديما هذاك، ونعطيك اكثر ديما. من هكا يسرقوا من المسرح. شنو معناه يتحمل المسؤوليه؟ شنو معناه يسرقوا؟ يلقى ممثله بارعه في مسرحيه ياخذها كما هي جاهزه اي يعني. هذا يعني ومجهود المسرحيين سمح لي، ولكن هذا يعني انه ثم تكوين. لا هذا يعني توضعوا عليه 5. لا اسمع، هذا يعني انه ثم تكوين في المسرح، ثم تكوين في المسرح. انا مش حابب نقول لك اللي هو الاصل، يبدو انه هو الاصل. مبهرين بالاداء، منبهرين بالاداء. نحكي لك انا مثلا فاطمه بن سعيدين في عرب، ثم شكون جاي خذاها كما هي، لعبت بريسك عصفوره وبكوشه. أي معناها نقول هذايا ما يجيش زاد، انك نجم تاخذ ممثل مسرحي لكن تعمل معاه كومبوزيسيون تاع شخصيه جديده. هذيك مساله بتاع كتابه، مساله بتاع كتابه، لانه بالاساس انا نقولها هوني، هذا المهم جدا. فما اشكال في السينما التونسيه وفي التلفزه، في الانتاج الدرامي التونسي اشكال، ولازم ننتبه له، وخطير جدا بالمعنى السلبي للكلمه. فن السيناريو، فن الكتابة معي. فن الكتابة، السيناريو، الحلقة المفقودة، ولازم الحلقة المفقودة يعيشك يا دليل، محلاها كلمته، حلقة مفتوحة وموجعة. فن السيناريو راهو، أنا ديما أقول ما فماش ممثل أبدع ولم يبدع، ولا الممثل هو ممثل، كي تكتب له دور بالباهي، نص له دور، تكتب له نص بالباهي ونص متكامل، الممثل باش يكون مبدع. اذا كان النص مش مكتوب بالباهي تجيب الممثل بتاع المستحيل، يحاول يمنع ما ينجمش لانه فن السيناريو بالاساس، ولازم. وهذا صارت ازمات يعني في السمع البصري وبالاساس في السينما في العديد الدول في العالم، ما نهضت عاودت نهضت السينما بتاعهم إلا بفن إعادة مراجعة السيناريو، فن السيناريو. وقت اللي تطورت فن السيناريو صارت أفلامهم معروفة في العالم، وصارت كل ما بيتقدم فيلم بتاع البلاد هذيك تصير فما انتظارات إبداعية. وإحنا بين قوسين يعني، سامحوني كان أطلت شوية، إحنا في تونس حتى نقديا بالمنطق النقدي نقولوا أفلام تونسية، ما زلنا ما نقولوش سينما تونسية، نقولوا سينما تونسية، ولكن كي يقولوا سينما بالمعنى النقدي يعني فما صورة مرجعية لك، الهوية بتاع الفيلم هذاك فيلم تونسي. هذه مازلنا في بداية التشكل، ممكن مع الشبيبة والشباب الجديد، أنا متفائل ببرشا فما مشاريع اللي هي باش تصير فلتات، وباش يصير التشكل النهائي أو بداية التشكل السينما التونسية إن شاء الله. أنا نحب نسمع مريم
ونحب ناخذ رايها من زاويه النظر الممثله المراه، ما نحبش نقول الانثى، نحب نقول الممثله المراه كيفاش ترى الامور، لانه يبدو انه مش نفس المسار بالنسبه للممثل الرجل. عاده ما السينما نعرفوها، نعرفوا تاريخها، السينما عاده تتعامل مع الجانب الشكلي للمرأة عندما تكون هذه المرأة جميلة فيها مواصفات جمالية خلقية، فتكون المسيرة متاعها أسهل من ممثلات نساء تنجم تكون عادية ولكن عندها طاقة استثنائية في التمثيل. كيفاش ترى مريم أنت الوضعية هذه؟ وإحنا نحكيه على خلينا نقوله ثم غياب اليوم للتكوين، التكوين الممثل اللي باش يمشي للسينما بقدر ما ثم سبيكولاسيون تاع كاستينغ، مضاربات تاع ناس يجيبوا وشركات معينه وتدخل هذاك في هذاك وهذاك صاحب وهذاك نجم يعاونني في كذا، واحيانا نراو في الفيلم تفهم اللمه وهذاك قال فيا كلمه ما نخدموش. انا نقول كي تكون الدوله غايبه عادي جدا ان تكون موجوده. كما قلت انت يعني الدوله غايبه، خلينا نفهموا شويه. الدوله غايبه انه ما عندناش اليوم مدرسه تكوين ممثل دوليه، ما نحكيوش على مدرسه الممثل بالمسرح الوطني توا ما عندناش مدرسه تكوين رقص، ما عندناش في تونس. وانا مانيش ضد انه يكون موجود ورشات ولا بالعكس، معناها يلزم يكونوا موجودين، ما كانش كيفاش نعملوا. يعني انا كان ما جيت ما توفرتليش الفرصه اني مشيت قريت مسرح عند سي توفيق جبالي، عند برشا معناتها نسمي معناتها العديد والعديد والعديد اللي مشيت لهم انا شخصيا. مشيت لهم انا شخصيا ومانيش ضد انه يكون معناتها كيما الفا معناتها كيما ناخذ من عند سي الفاضل الجعيبي كان ناخذ من عند سي توفيق جبالي. مانيش نحصر روحي في مدرسه معينه ومانيش موافقه. مثلا احمد الحفين قال انا ضد باش نكون، ليه؟ انت نجم تعمل ماستر كلاس، ماستر كلاس تعدي تجربتك. الشباب يحبوا يوليوا يمثلوا ربما بالتواضع. تجرب... احمد يقول ايه هو نفهم وش حاب يقول. يقول هو يعني حاب يقول ما نكونش، هو حاب يقول ما نكونش. راهي مشي سهله ديليكاتو شويه يعني، لانه انت احنا ما عجبونك تقصوا على بعضكم هكا. ممثل احنا ما خدمتنا العراء، مش العراء الجسدي وانما التعري النفسي، كشف الدواخل ديليكا. هذاك راهو ديليكا باش توصل انت تمس انسان في دواخله والا تتعامل معاه او راهي مش لعبه مش فتكة. هذه وجهه نظر، اما مهم ياسر، هذه وجهه النظر نتاعك. احتراما للانسان وكيش يقولها معناها لا بريسيوزيتي، تثمين الانسان مش لعبه. انك اما مهم جدا انك تتقاسم التجربه نتاعك مع ممثل يحلم يولي كيفك، معناتها موجود اليوم. كيفاش ترى انت موجود اليوم؟ معناتها انا نفرح كان احمد الحفيان يعمل ماستر كلاس، نجي انا نسمع هو كيفاش وصل للي وصل له اليوم. كيما قبيل انا مهمه جدا قعدنا قبيله قبل الميسيون نحكيو اكزاكتومون قبيله نحكيو على اي معناتها مانيش نحكي على فورماسيون، معناتها هو عنده الحق. انا فهمت واش حاب يقول. الموضوع الثاني انت قلت المراه والراجل في التمثيل، والمراه تفرض روحها بجمالها وكل هذا موجود. لا هذا 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 اللي نسموه احنا الطرق المعبده المعروفه اللي صوفي ماثيو. هذا موجود، موجود في العالم اجمع، موجود في العالم اجمع. فما شكون يفرض روحه بطبيعته بروحه بكلامه بالجمال نتاعو؟ نقول لك على الشيء هذا على خاطر بالتمثيل نتاعو برشا تجارب تلقاه ممثله سينمائيه يقع انتدابها في الكاستينج وتحضر 6 شهور و7 شهور في اخر لحظه جمعتين قبل التصوير يبدلها المبدل. اي هذا يصير. انا مثلا وحياتها تتدمر. انا ناخذ ليكزامبل نتاع انا ناخذ المثل نتاع فيلم مر صبر نصر الدين سريري، وكان اول فيلم لي انا في السينما. مر صبر دور رئيسي، اول فيلم لي انا في السينما. انا وقتها مازلت كي خرجت من ميدان الموذا ودخلت في المسرح وقتها مع لطفي عاشور بمسرحيه حب ستوري وبعدها مكباث. انا مشيت للكاستينغ بتاع نصر الدين سيدي، كلمني سمير حربي ومشيت للكاستينغ كايها الناس الدور. كيف تقابلت مع ناس نشوفه توا في التصاور انا وقتها من ميدان الموضه، حتى كيف مشيت صدقني مشيت كما انا، معناها مكياج وشعر. معناتها هذيك معناتها هذيك وقتها انا كيفاش عايشه. كي حكى لي نصر الدين سيدي على الدور انا استغربت وفرحت، خاطر انا كونفانكو بحاجه من اللي انا صغيره اللي نتصور انا شخصيا ديما نقول الدور اللي يبعد
عليا نحسنوا اكثر خاطر ما ندخلش في نقاش مع روحي. كي يقرب لي دور في الدنيا ما نش نمثل انا روحي مريم سيد في الدنيا يشبهني ندخل في نقاش مع روحي وصراع. هوني لي هوني انت في جديد ماكش كما يقول سي الفاضل الجعابي ماكش تاخذ الكيس فارغ وتعبيه للي فيه وما نش نعمل حتى شيء معبي سامحني وتعبي لا انا باش ناخذ كيس فارغ بيرسوناج بعيد عليا كل البعد حياة طفلة نايف ما عشتش في تونس ما تعرفش تونس جاية من عائلتها متربة مع عائلتها ما تعرف حتى شيء جات لتونس تلقى روحها في تونس العاصمة تلميذة وقتها أنا بديت نبني في الشخصية. خلينا نسألك سؤال أبسط من هكا سهل اليوم بالنسبة للممثلة السينمائية في تونس أن يكون تكون المسار متاعها طبيعي اليوم وإلا لا سهل ذكي سهل ذكي وتفرض روحك بالمهنية متاعك وشوف فما يا عندك نقولها يا عندك يا ما عندكش أما الميدان صعيب يا عندك يا ما عندك لازم تفرض وجودك هذا اللي نحبه تجاوبني عليه مريم تحبش تجاوبني عليه مريم الميدان صعيب وانت معناها ديما نقولها رنكونتر مع أسيستان هو راه انت تكون في الدور يقدمك المخرج ساعات مساعدين المخرجين هما الباز على خاطر كيما في المسرح في السينما بالعكس عكس المسرح المسرح ثم اوديسيون ثم انك تطلع ويجربك في الدور في السينما باقل انت واسم الممثل لكن ساعات مساعد المخرج اللي هي انا ماذا بيا تولي ثم مهنه اسمها ديريكتور دو كاستينغ هو اللي يعرف الممثلين ويعرف لي بروفيل ويعرف كل اشتغلت انت ديريكتور دو كاستينغ في تجارب اشتغلت اماتور معناها اي مش بصفه معناها انا مهنة هي مهنة هي انا مهنه انا من اخطر المهن في السينما عندها سلطتها انا كنت نكتشف مواهب على خاطر كنت في ميدان عالم الفرجه تكتشف مواهب عصاميين بروت معناها انستنكتيف كيفاش نجم نقولها لك تقول هذايا فيه حاجه فيه حاجه لا اما لازم يتكون ديما نرجع للتكوين انت اللي يفسد الحكايه من بعد الشهره والتلفزه وتخليه ما عادش يقرا ما عادش يتفرج في المسرح راه ثم شباب مغروم تقول له اخر مسرحيه يذكر لك وين منشو اي تقول له يعيشك نحكي على المسرحيه على المسرح ما شفتش مسرح أي. احنا قبل نشوفوا مسرح بالخمسه مرات وما نش فاهمين شيء ونحضروا النقاشات اذا نقول لك انا كيفاش تكونت بالفرجه الفرجه ومن بعديك بالسمع تولي عندك كاليتي ديكوت مريم عجبتني بكري قال لا وكنت محظوظ وكنت محظوظ انت خلطت زوز من الناس مهمين برشا زوز معناها اعلام وعلميه معناها معلميه خلينا نقول الكلمه انت خلطتك مع فاضل الجزيري الفنان الكبير فاضل الجزيري والمخرج الكبير المسرحي فاضل الجعايبي هذا خلاك يعني غيرك ما انا محظوظ لا اي محظوظ غيرك ما صارتلوش فرصه كان نقول لك محظوظ نقول لك الحمد لله خلطت وخدمت وتكونت مع رجب بن عمار تعبت انت ايضا مثلت مع جليله بكار هذوما يتسماو مدارس واحنا كنا نتفرجوا فيهم صحيح هذه ومن بعديك تلقى روحك تخدم معاهم شنو يعلموك؟ لا ديسيبلين لا ديسيبلين الانضباط الانضباط والمهنه نتاعنا صعيبه لدرجه انه واحد نجم يلعب بالخطر مع روحه مع حياته الخاصه مع الجسد نتاعه وهذا اللي يلزمك انت تكون تكون حاضر منتبه ليه منتبه وواعي واعي أي. اللي هو راهي في الاخر لعبه لعبه من اخطر اللعبه فوالا هي لعبه كانك ماكش واعي وماكش متحصن مليح وهكا راكب ماكش متكون ماكش تنجم تترهوش هذاك علاش تقول انا الجعايبي خير كي قابلته عمري 30 خير من اللي عمري 20 علاش تقول الكلام هذا خاطر نجم نكون مانيش حاضر وعمري 20 ويأثر فيك والضيع لا مش حاضر في اي كوتش صعيب 30 خير ثم نضج ثم نضج وراي 10 سنين في عالم الفرجه والتمثيل نحسبوهم احنا تكوين كي تتكون 10 سنين عندك سانتير نوار في الكاراتيه كي تمشي المتر كبير عنده سيزيام دان نجم نفهم ويفهمني هذا يذكرنا هزنا للشرق الاقصى يعني لا هذا يذكرنا بالنظريات نتاع كولتيس
اللي كان يعتبر بريسلي هو مرجع من المراجع الاساسيه وكذلك لا حتى على تقاليد الصينيه في الاوبرا بكين يعني الممثل ينتدبوه من اللي عمره 7 سنوات ويواصل 25 سنة واضح. يبدا كومبارس سن 40 سنة يبدا يمثل ادوار صغيره نحب ندافع على فكره قبل ما نتعدي نحبك تفك الفكره نحب لي بالحق نحب ندافع على الفكره هذه على هذو مجمع هذو ما يخلوش واحد يتكلم انا نمن مثالش نفرض وجودي كمرأة انا نمن اللي الممثل لازم يكون شامل انا رايي الشخصي واللي ندافع عليه اليوم واللي صاير بالحق في حقيقه انا تو في المسرحيه المغروم يجدد ندافع على الفكره هذه كيفاش فعلا انا نمثل مسرحية اخراج سي لسعد بن عبد الله ونص الحبيب الهيدي إيه نعم. انا ندافع على الفكره هذه بالحق مش بالكلام انا نمثل نرقص رقص شعبي وشرقي على خاطر انا نمثل عيشه اللي هي شطحت مع المغنيه في كافي شانتا نعمل فنون السيرك ونغني انا شيء هذين ندافع عليه علاش انا ضد انه اليوم فما كيما حكيت انت قلت اللوبيات والعباد يتلموا يحكي يقول لك ليه يقول لك ليه انا فنان مسرحي ما نمشيش للسينما السينما ما تعنينيش انا فنان سينمائي وهذيك مسرحي وكي نشوفه قدام الكاميرا يمثل بالمسرح والاخر تلفزي هذوما الاخوه القعده شنو هذا والرقص يقول لك هذيك اش مجايبها ممثله والممثل يقول لك هذيك اش مجايبها سندس بالحسن تمثل احسن تمثيل يقول لك لا هذيك راقص على روحها شنو هذا عليه انا كان عندي موهبه الرقص خليني نشطح هو كان عنده يحب يرابي خليه يرابي خلينا يا خويا خلينا كل واحد مع العلم انه حتى حد من نجم سامحوني في الكلمه يمكن هكا شعبيه شويه هي الهبله خلينا نفتقوا ما يهبنا وحكينا برشا مع كان انا في مسرحيه انا نمثل سامحني ما عنديش برشا مسرحيات ما عنديش برشا افلام خليني نعملهم الكل في مسرحيه واحده شنو المشكله انا تعبه نعمل في لي فورماسيون وكل شيء خليني مسالش ما تجيش ضدي ما تقولش لي انت مسرحيه ما تعملش السينما والا اسمح لي تسمح لي نحكي نعطي رايي شوي ربما هذا ايضا يتقال في سياق انه مثلا برشا ممثلين مهمين جدا انا شايفهم في المسرح ممتازين في السينما ممتازين وبعد تلقاه يمشي في خلينا نقولوا يبذر حاله يبذر لا لا يبذر الطاقه نتاعو مثلا في مجال مش مجاله تجربه نجم تنفع كرونيكار بتترسيت لو كام تاع اما كرونيكار لا 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 اسمعني لا لا نحكي على ناس اخرين في الهند معك نقول لك الطاقه الكبرى هذيك اللي باش تولها بها خاصه لما جاوني اسامي عرفت لو نحكوا على المسرح مثلا تلقاه مخرج مسرحي مهم في كذا وواعد وعنده ما يقول فهمتني كيفاش ولكن طاقته وهنا نتفهم انا ربما فضل الجعايبي في علاقته مثلا كمخرج مسرحي في علاقته بالممثلين يحبذ من بين الاشياء اللي ربما يمن بها يقول لك انا ماذا بيا الممثل ما يمشيش للتلفزه مثلا يتحبب او يفرض هذه اختيارات قالوا يتفرغ لانه العمل المسرحي يحب ربما اكثر انجاجمون اكثر كونسنتراسيون اكثر كذا هو اختيار نحترمك اما مش تفرضوا علي وتنقدني انت كيما تجربه هاو مش يقدم برنامج وما نجحش تجربه تنجم كان تنفعوا نجموا نخطئوا ونصيبوا واضح انا نحب نسال سؤال مهم بما ان نحن نحكيه على ايام قرطاج السينمائيه واحنا من الاول ذكرنا الحضور المتألق للممثلة الكبيرة النجمة هند صبري اليوم الممثلين التونسيين موجودين في الأفلام العربية وفي الأفلام الأجنبية شنو 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 الوضعية خاطر ثم حضور محترم وثم حضور آخر مش ماهوش محترم ولكن خلينا نقول حضور تاع كومبارس في السينما جاتنا موجة احنا في وقت من الأوقات أفلام إيطالية أجنبية أفلام إيطالية إنجليزية. أمريكانية إنجليزية تلقى ممثل بجل جلاله معناها باسمه في المسرح التونسي ولا في السينما التونسية يقول جملة يظهر دقيقتين ولا يقول جملة ولا يتعدى خيال معناها اليوم حضور نحكيه على حضور الممثل السينمائي اليوم في السينما غير التونسية شنو رأيكم كل واحد انطلاقا من التجربة متاعه سيد احمد ولا انت ولا مريم تفضل اي هو حضور يعني يتطلب برشا عمل برشا اجتهاد برشا مثابره برشا التحيين طبعا تحيين التحيين يعني اجورنمون اي واحد يكون ترافاي دون لورجونس ديما ديما ادواته اموره متجدده وهو متجدد وتطوره وتفكيره وثقافته وما الى ذلك طبعا مثلا نحكي على تجربتي الخاصه
أحمد الحفيان تونسي. أي نعم. ففي أي موقع في العالم، في أي سينما في العالم، ما ينجمش يكون إلا أحمد الحفيان التونسي. ولكن شنو اللي يضيفه؟ يعني كي تكون كيف ما أنت، يعني متناسق مع ذاتك، ثم بالعمل والمثابرة شوية بشوية تتحل الأبواب. يعني مرة أنا هي نكتة على سبيل النكتة، بالمناسبة اللي أنا نحبه برشا واللي هو المثل الأعلى بتاعي في تونس، سبحان الله كي يبدأ يمثل أنا هكا نبدأ سي عيسى حراث. أي نعم. ربي يشده بصحيحته وربي إن شاء الله لا يحرمنا من العطاء بتاعه. ممثل كبير عيسى حراث، تحية من جمهورية الثقافة الأستاذ عيسى حراث، ممثل البريت اللي تحكي عليه انت. مره هي على سبيل الطرفه يعني سالوه، قالوا له نعملوا معاك حوار، قال على الخدمه اللي قاعد تخدم فيها. قال ما نعرفش نحكي على خدمتي، خدمتي هي اللي تحكي عليا. فالممثل عاده بالاساس من اخلاقيات المهنه انه ما يحكيش على الخدمه بقدر ما خدمته هي اللي تحكي عليه. اخدم واعمل، اتو الناس وحدها وحدها تقول يعني يعيطولك في بريميرول ولا يعيطولك كومبارس وكذا. فالعالمية مش سهلة ومش صعيبة، العالمية يعني فيها برشا خدمة، برشا مثابرة، برشا اجتهاد، وقلاخر يعني صبر، صبر إلى حدود أنه الإنسان يوصل خطوة خطوة. يعني أنا شخصيا لا أستعجل، ما عنديش الاستعجال، وتبقى بالنسبة لي أنا بحكم أني اللي هزتني خارج حدود الوطن هي السينما التونسية، هي خدمتك في تونس، خدمتي في تونس. فديما كل دعوة لأي مشروع تونسي أعز لي ما في الدنيا، أهم بكل صدق وهو كذلك. مريم نفس الشيء، أنا بالحق معناتها نعيش في مسيرة كما هي، مانيش نفتعل في الأشياء، خاطر النجم كما قلت أنت معناتها النجم اليوم نهاجر نمشي لأي بلاد في طموحاتي بالطبيعة، يعني مش من طموحاتي نمشي لمصر لأني ما نتقنش اللهجة المصرية ونحترم السينما المصرية، أما مش من حاجات نحلم بهم. نجم نمشي لإيطاليا نتقن اللغة الإيطالية ونحب السينما الإيطالية، نجم نمشي ونعرف روحي اليوم، نجم نهز روحي ونسافر ونمشي ونعمل لي كاستينج وندق البيبان والكل، أما لي كل شيء يجي في وقته ونمن بيها زيدة. يعني أنا توا نحقق اكتفاء ذاتي في تونس، انا معناتها لاقيه روحي في المسرح، لاقيه في برشا حاجات. تلفزه سهله انك تدخل تلفزه، اما تنجم تظلم روحك زيدا. يعني انا اليوم كان مانيش في المسرح تلفزه، مش خاطر ما نحبش المسرح تلفزه، خاطر ما جاش دور اللي انا نقول اي هذا هو اللي باش نخدم به انا في التلفزه ونظهر به قدام الجمهور الكبير اللي هو مش يقص تسكره باش يجي يتفرج فيك. انت باش تمشي له، ما تجيش تمشي له ديك فارغه، تجيش تمشي له بدور كما قلت انت توا كومبارس، ولا نمثل حتى في السينما ادوار صغيره، مي ادوار فيهم تركيبه، ادوار فيهم شخصيه. ما نجمش نكون انا كومبارس، فهمت؟ كيما في بلاد اخرى ما نجمش اليوم نهاجر نمشي البلاد نمثل معقول متعديه في ثنيه، لا كل شيء يجي في وقته والخدمه هي اللي تجيب. معقول. محمد علي هو راهو يا دور يا لا، ما ثماش كومبارس. لا لا سامحني، انا فما صار انا في الباسيون انجلي مثلا اللي ياخذ الاوسكار، صحيح جي في دي غران كوميديان تونيزيان. نجاوبك باش نحكي لك، ويحطها في السي في على اساس انه مشارك في فيلم باسيون اونغلي، ثم مشاهد تنحاو مثلا. انا على علم بالفيلم هذا، وباش نجلب انتباهكم لحاجه، قال لك بص يا اخي خلينا نحكيو زاده على الكوتي اومان، ما حكيناش على الحياه الشخصيه نتاع الممثل. فما ناس اليوم يمشيوا يمثلوا الله غالب سبحان الله، يحبوا على الفلوس بالحق، ما عندهم خلينا نحكي عند الحق فما موجود، ماهيش حاجه خايبه راهو، ما نحشم. فما شكون عنده عائله يحب يوكل، باش ندافع يعطيك صحه تفضل. ثم دي بتيرول، ثم ادوار ينجم يكون موجود وهو لعب اربع مشاهد ومتميز، ماهوش عيب. لكن اذا نحكيه على العالميه، مثلا احنا توا زادونا في الوزاره ايام قرطاج للفن، نحب نهنيك على الجائزه اللي خذيتها والتكريم اللي صار. التكريم شرف، تشرفت به. شو اسمها هي نتاع المهجر؟ ايام قرطاج للابداع المهجر. انا تمنيت مثلا حلم الدريدي يكون متكرر. لا اكيد باش يجي وقته، لانه والله هذه التجربه الاولى. خلينا نعطي راي. الفئات الفنيه موجوده يعني خارج حدود الوطن، وان شاء الله باش يجيهم الوقت. ما عادش وقت راهو. على خاطر ثم جوائز تعطات الاشخاص. انا تمنيت ظافر يوسف.
ظفر العابدين. انا متفق معاه تماما. حتى انا تمنيت وكهو حلمي الدريدي من اهم الممثلين عندي انا اللي كان يعمل في المسرح مع الاستاذ الكبير الله يرحمه عز الدين قنون. اي نعم. حلمي الدريدي لومو سابيانس لي تيلي فيلم اللي يخدم فيهم الافلام ويعمل في المسرح. هو ما تجربه على المسرح في فرنسا. تجربه الاولى. حاب نقول له تحيه ليه خاطره متميز. كلمه ممثل عالمي كلمه حاجه غالطه برشا. عندي انا ثم صنف عمر شريف ممثل عالمي وثم أمور سياسية وحاجات خلين خليته هو صحيح. يكون صحيح. حتى يبدل اسمه ويكون عمر شريف أي. به. هو شلهوب فوالا شلهوب مثلا كيقولوا عمرو واكد من مصر أي. كيقولوا الممثل الكبير السوري اللي يخدم صلاح الدين غسان مسعود غسان مسعود أحمد الحفيين مشرفنا ثم ناس تخدم وامبل هكا على روحه معناها ما فماش فخفخه وعالميه ما فماش شكل حتى ثم لغه في الشرق تتضرب هي اللغه ممثل عالمي انا أيوة. عالمي ممثل قديم نجم تكون عالمي وانت ما خرجتش من بلادك مش خاص تعمل افلام عالميه وهي افلام تونسيه اهم كلام معقول هذا هو معناها باهي نختموا احنا نعرفوا اليوم السينما عنده سحر انا اليوم في ايام قرطاج السينمائيه نشوف الشبيبه الجديده خاصه الشابات الصبايا التونسيات الجميلات يتكلمنا ويحلمنا أنه يعملوا سينما يظهروا في مسلسل هكا حلمة وهذا من حقهم ربما شو نقولوا إحنا اليوم لهؤلاء الشباب اللي طالعين واللي يأملوا أنه منهار يلقاوا راح أرواحهم في الصورة يلقاوا أرواحهم تحت الأضواء يلقاوا أرواحهم عندهم دور حقيقي في مساهمته في بناء هذه الصورة اللي نحبوا نعملوها احنا في السينما شنو نقول لهم من خلال انطلاقا من تجاربكم التمثيليه في السينما المهمه كنصيحه لاني نعتبر ان جمهوريه الثقافه ايضا عنده دور ربما اصلاحي الناس يتفرجوا فينا نخب ويتفرجوا فينا صغار شنو نحبوا نقول لهم من تجاربكم نبدا بيك محمد علي اي سامحني تفضل تفضل مريم تفضل ثم فرق مريم تو نختموا بها ثم فرق بين السينما سينما الجادة والسينما اللي هي تخليك هي السينما شنو احنا نعاونوا في المجتمع باش يشوف روحه اي نعم باش يصلح روحه ونصلح رواحنا احنا الناس الكل انه يولي ثم جمهور واعي ببليك افيرتي بنين مثقف يعرف يميز راهو السينما والشيء اللي تراو فيه مش فوازير مش تنقيز مش نرجع للبايات مش ضد كان وتلوع وتفزعيك لا لكن زادها كتب وفرجة ونقول له المسرحيه الفلانيه شفتها ولا لا؟ الكتاب الفلاني شفته ولا لا؟ الكتاب الفلاني شفته ولا لا؟ مشيت للارتيست والتياتر والمدار الحمراء، مشيت شفت الاسباس تاع معز القديري ايش قاعد يقدم، مشيت شفت كذا رانا هنا في العاصمه. والجمهوريه الكلها يلزمها تكون في كل حومه ثم اسباس بريفي يخدم. هنا نرجعوا للسينما، السينما تتفرج تنجم تحلم تحب تولي ستار. راهو ثم فرق ما بين ستار وممثل. واختم. تفضل سي عبد شفت قولك في الجمله المفيده مميز مميز انت حرف يا عاد في التلفزه عندها لا نقول فيه نمن بيه الكلام هذا نجم يتغشوا علي ناس اسمع وكي يتغشوا ما يسالش تفضل سي دحم انا عاده وهذا حديثي مع عديد الشباب اللي هكا عنده رغبه باش يعمل مسيره فنيه نقول له ربي يوفقك وراه حاجتين عمرك ولا تنساهم يعني لاني نحكي من 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 خلال تجربتي واللي متعارف عليه وانا نعرفك صادق في هذا الفن والجهل عمرهم ما يتلاقاوا الفن والجهل عمرهم ما يتلاقاوا ما يتقابلوا فلابين زين نعاودوها هذه الفن والجهل عمرهم ما يتقابلوا انا هكا تربيت في المسرح الهواة في قصور السيف وتواصل الشيء هذاك الى يوم الناس هذا الحاجه الثانيه اذا كان كنت ممثل ولازم يكون عندك بقصور السيف اي من حيو بالمناسبه مال العلواني اللي هي بنت بلادك مخرجه البرنامج اي ايوا ترينينا وممثله هي مسرحيه هي دربنا العاب القوى زاد في عز شبابنا مع بعضنا هي عداء كانت يعني كانت عداء متميزه ثم الحاجه الثانيه اي ممثل ما يلزموش حتى اذا كان بدا مسيره ولا عمل مسيره ما يلزموش يبدا قاعد في الدار يستنى في تليفون باش يعيطوا له الخدمه يلزم هو زاده في حد ذاته عنده مشروع اذا يسعى. كان ما لقاش الفرصه يعمل المشروع بتاعه فالشباب هذوما اللي حكيت عليهم قبيله انا نقول لهم
اي من حقكم، ولكن زادة حاولوا باش يكون عندكم مشروعكم وحاولوا وعملوا اكيد توصلوا. وصلت الفكره. مريم اللي باش يتقال قالوها، من حبيت نعطي اكزامبل واقعي على حكايه التكالب والغلطه، خاطر فما عباد يغلطوهم. مش معناه يغلطوهم، هو حلم يولي ممثل، فما شكون يجي يحكي له حكايات اللي هي مش موجوده. انا مثلا العام اللي فات احنا نعرفوا اللي الافريكا هو يلم الناس الكل، يلم الناس الكل في ايام قرطاج السينمائيه. فما نجم تقول ممثله اللي تحكي عليهم انت المتكلبين المتهفتين دخلت للافريكا غزرت لي عملت لي هكا، قالت لي شبيني هذه رابع مره نجي لافريكا وما دبرت لا فيلم لا حتى شيء. قالت لي خي وين جي سي سي هذه البساطه. صدقني انا خليني مش نحكي ببساطه، هما زوز، هما احمد و ودالي حكي، وخلينا نحكيها ببساطه باش توصل. غزرت لها قلت لها شوف راه جي سي سي مش تجي لافريكا باش تدبر فيلم، ليه جي سي سي فما نقاشات يصيروا الصباح مع مخرجين، فما دورات تكوينيه، فما دي ماستر كلاس، فما افلام امشي تفرج فيهم يا بنتي، راه ما يجيش هكا. فما انت امشي اعمل تكوين. قالت لي لا انا نحب نمثل. فيق على روحك. وفما سامحني انت حكيت على المتكلبات والفنانات، ما حكيتش على المخرجين. انا نحب نبسط. فما مخرج جاني قال لي تقابلنا في التياترو، خرجنا من المسرحيه، غزالي قال لي وين مروحه؟ قلت له مروحه لداري من غير نسمي المنطقه. قال لي انا راني ماشي كما تقول انت بونليو سود بونليو نور. واضح مخرج هذا. قال لي ايش قولك؟ اي وانا في مثلا في الجهه الاخرى مخرج. قال لي والله كان توصلني، هي مش في ثنيتك، اما كان توصلني تنقعد نحكي لك على الشخصيه نخمم فيها فيك في فيلم في المويا الجاي. واضح المعنى. قلت له اسمعني كان تحب نوصلك مرحبا، اما ما تحكيليش على الشخصيه. واضح. اذا هو بين يعني شويه من نلا شويه من عبد الله. تحذير ما عادش وقت خاطر. تحذير حذاري من استسهال مهنه الممثل، راهي مهنه مش سهله زادة. لأي إنسان يحلم باش يعمل الشيء هذا يلزم زادة يسير بقاعدة عدم الاستسهال في تناول الأدوار في التكوين. الاستسهال راهو دمار شامل لمهنة الممثل، حاجة مش سهلة التمثيل. في البرامج اللي تمشي لهم، في الكلام اللي تقوله كي تمشي، وهو كذلك مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة الفنان انجاجمون قبل كل شيء. تفضل سبحان الله علي سيدي خويا. آخر كلمة، كلمة الختام، كلمة الختام نعطيها لك أنت. نقولوا في هل إن شاء الله وصلنا لمهنتنا ما هي سهلة. هي والله أنا حبيت التحية هذه للممثلين التونسيين في السينما، وإن شاء الله جمهورية الثقافة نزيدوا نستدعاو، وإن شاء الله أيضا نعمل لا وأيضا مش نعمل إن شاء الله حلقة للممثلين في المسرح وفي السينما اللي ناسهم نساوهم واللي مسكرين عليهم. صحيح. اللعب باش ما عادش نشوفوهم ايضا. يعني هم عندهم ظروف اجتماعيه وغيرها، توجيه الوقت باش نحكيه وعم برشا حكايات وظهور بالكاش. الممثلين اللي نساوهم كي يرجعوهم يخدموا يتميزوا ويجيبوا جوائز. واضح. خلينا نعديو بعض الكتب. انتهت الحلقه في كتاب مهم جدا صدر عن المركز النشر الجامعي بالتعاون مع المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، سلسله علوم انسانيه واجتماعيه مواقع من الذاكرة التونسية من 1881 تاريخ استعمار تونس إلى 2014 تاريخ الثورة، ما بعد الثورة التونسية 2011. هذا كتاب كاتبينه مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمؤرخين والأكاديميين، مخذين عناوين مهمة جدا تعرف الناس مثلا على سبيل المثال شنو هو قصر السعيد. قصر السعيد تاريخه تعرفوا، احنا قصر سعيد مثلا اللي تعملت عليه تصحت فيه وثيقه الانتداب، وثيقه مش الانتداب الحماية، وثيقه الحمايه الاستعمار اللي تعمل هكا اديهولك. شكرا. هناك مجله فيلوزوفي وهي مجله مرموقه، انا نحب هالمجله ذي، هي مختصه خاصه بالفلسفه ولكن الفلسفه المبسطه. احنا مازلنا ما وصلناش باش نعملوا مجلات على الفلسفه للبيبليك الكبير. هناك عدد خاص بميشيل سير. ميشيل سير هو فيلسوف وفيلسوف مختص في تاريخ العلوم وفي الابستيمولوجيا، وعنده راي وعنده تدخل، وهو عضو الاكاديميه وعنده تدخل في الحياه المعاصره في فكرة الحداثة وفكرة الاستهلاك وفكرة العودة إلى الطبيعة وغيرها. هذا عدد مهم جدا يستأهل الاطلاع. مسالش كان أترجعوا لي هذا. شكرا. هذا كتاب حب نعرف به الناس، ونحب نستسمح الجمهور النظارة، حب نتمنى كل الشفاء لكل امرأة تونسية تعاني من مرض السرطان الثدي، واللي هو مرض يمكن التغلب عليه. وهذه نصيحة، ربما نصيحة مواطنة
وهو الكشف المبكر، كتاب مميز صدر عن دار كلمة للدكتور المنجي معالج حول مرض سرطان الثدي. هذا الكتاب هو كتاب علمي يستأهل الاطلاع خاصة للناس المختصين. ونحن نحكي على السينما، نحب نذكر بكتاب مميز لحكيم بن حمودة، وفيه جملة من المقالات الرائعة جدا على السينما. Nous sommes tant aimés. Un film, des films, mes films. هذا الكتاب ساطر عن دار نقوش عربية. تعرفوا الكتاب هذا؟ لا. هديهولك. ميرسي. شكرا. بمناسبة تظاهرة مهمة في بيت الرواية في مدينة الثقافة، بيت الرواية اللي يشرف عليها الروائي كمال الرياحي، أعمل تظاهرة مميزة هي الأدب البرتغالي، الأدب البرتغالي، ودعا الكاتب البرتغالي الروائي الشاب أفونسو كروتش. بهذه المناسبة حب نعرف بروايات ألفونسو كروتش. دمية كوكوشكا ترجمت مها عطفة، وهي رواية جائزة الاتحاد الأوروبي للأداب 2012 دار مسكيلياني. أفونسو كروتش له أيضا رواية الرسام تحت المجلة، ترجمت مها عطفة، رواية دار مسكيلياني. وألفونسو كروتش هيا نشتري شاعرا، ترجمت عبد الجليل العربي. عبد الجليل العربي هو كاتب تونسي مترجم وأستاذ جامعي في البرتغال ومختص في الأدب البرتغالي والأدب المقارن. دار المسكيلياني، أفونسو كروتش، الكتب التي التهمت والدي. ألفونسو كروتش ترجمة سعيد بن عبد الواحد. نعطيك دمية كوكوشكا لي مش ليك انت، لي ماري ماري هكا حاسس كنا حكينا بالعينين. حسيت هناك كتاب مميز صدر عن دار ماسينيس للنشر مع مركز النشر الجامعي، كتبه الاستاذ الشاذلي بن زويتن. كتاب مهم، مدونة الكتاب والنشر بتونس من عهد قرطاج الى الجمهورية الثانية، 3000 سنة من تاريخ الثقافة والحضارة والابداع. والكتاب طريف وطريف جدا. خلينا ديما يقولوا لنا ما تعدولناش كتبنا اللي نكتبوهم بالفرنسوية. هناك ثلاثة روايات، رواية يوسف الشاهد، يوسف الشاهد لينوي دانسبكتر، ليس رئيس الحكومة، هذا كاتب تونسي اسمه يوسف الشاهد، كتب رواية ليلة مصاص الدماء دار نقوش عربية. وفي نفس السلسلة صالح الغربي يكتب رواية صابر إلى درول دو ماشين، رواية عن دار نقوش عربية. وعلي مبروك، علي مبروك غنية عن التعريف، روائية وكاتبة، روايتها فجرية حياة. وما تبقى نحب نعرف بكتابين في الحقيقة، فتح اليسير وهي رواية صادرة عن دار محمد علي، محمد علي الحامي، مش محمد علي بن جمعة، إن شاء الله تمثل نهار دور محمد علي بالحامي. رواية فتح اليسير الميلانكولي المنخولي، نهديها لك. جونتي عايش. وآزر منصري هذا صحافي عمل مغامرة صحفية، الكتاب صادر عن منشورات سوتي ميديا على تخومي داعش، وهذا البحث هو بحث استقصائي. تفضل سيد أحمد. شكرا. ما تبقى مش برشا، إذا نهدي لكم موسيقى فيلم تومبوكتو لأمين بوحافة، والذي حصل فيه، وهنا التوانسة، الذي حصل فيه على جائزة الأوسكار. شكرا لرئيس التحرير هادي حسين، والشكر موصولا للمخرجة أمال علوان، يعطيكم الصحة. عايشك، بارك الله فيك. De min seno de kasir la la badenya badenya duwe tombaktu e sinjia sinjia duwe malibaye yangalu yain.